السلام عليكم ورحمة الله. إلى اليوم مع الجديد مستوى السادس صفحة 120 ومعالجة الدرسين 29 و30. إذا نبدأ مع التمرين رقم 1، ولكن دائما أنجزوا ثم صححوا من خلال الفيديو. يبلغ ثمن مجموعة 6 قنينات من العصير 42 درهم، يعني 6 قنينات ب 42 درهم، في حين أن ثمن قنينة الواحدة هو 7 دراهم فاصلة 8. بمعنى إذا اشتريت قنينة واحدة يعني افضل لك ان تشتري 6 قنينات ب 42. لماذا؟ لان 6 قنينات 42 قسمه 6 يعني قنينه ب 7 دراهم، اما اذا اشتريت واحده ب 7 دراهم و80. ما هو اقل مبلغ يؤديه يسير لشراء 20 قنينه؟ اذا من طبيعه الحال لشراء 20 قنينه، اذا يمكنني ان اشتري 6 قنينات ثم 6 قنينات، اذا كم من مجموعه 6 قنينات؟ اقوم بعمليه القسمه. اذا اشتري، اذا لدي 20، 20 أقسمها على 6، إذا 20 على 6 3، 3 ضرب 6 18، 10 ناقص 8 2، و2 ناقص 2 0، بمعنى تساوي 6 ضرب 3 زائد 2. إذا يمكنني شراء 3 مجموعات، يعني 3 المجموعات من 6 قنينات، تم واحدة 42، إذا 3 مجموعات من 6 قنينات وقنينتين، إذا 3 ضرب 6 18 وقنينتين هو 18. إذا كم سأدفع؟ إذا 3 مجموعات، كل مجموعة ب 42 درهم زائد قنينتين، إذا هادو مفروضين عليا ناخذهم ب 7.80. إذا كحل وعمليات، إذا 3 ضرب 2 6، 3 ضرب 4 12 زائد، إذا هنا 2 ضرب 0 0، 2 ضرب 8 16، 2 ضرب 7 14 زائد 1 15. لدي رقمان وراء الفاصلة تساوي، إذا الآن أجمع 126 زائد 15.60. إذا هنا جزء عشري من الأصفار، إذا 0 6 11 4 1، إذا 141.60 درهم. إذا هذا هو أقل مبلغ يمكن أن يؤديه لشراء 20 قنينة. تمرين رقم 2، أحسب الخارج المضبوط في القسمات التالية. إذا لحساب الخارج المضبوط، إذا 2، إذا القسمة الأولى هي 184.8 قسمة 1.2. إذا أضرب في 10، 10 لأن لدي رقم واحد، رقم واحد، وأتخلص من الفاصلة. إذا 18 كم فيها من 12؟ فيها واحد، واحد ضرب 2 ضرب 1 6 0، أنزل 4. إذا 64 كم فيها من 12؟ فيها 5، 5 ضرب 2، إذا هنايا 12 يمكننا أن أضع جدول ضرب خاص ب 12 لتسهيل القسمة. إذا 5 ضرب 2 10، 5 ضرب 1 5 زائد احتفاظ 6، 4 0، أنزل 8. 48 كم فيها من 2؟ 4، 4 ضرب 2 8، و 4 ضرب 1 4، والباقي 0. القسمة المولية 20.8 قسمة، إذا 20.8 قسمة 2.1. إذا نفس الشيء أضرب في 10، 10 لأتخلص من الفاصلة، يعني ضرب 10 ضرب 10. إذا 21 هنا 20 أصغر، إذا آخذ 3 أرقام، إذا 208 كم فيها من 21؟ إذا أعتقد أن فيها 9، 9 ضرب 1 9، 9 ضرب 2 18، 18 ناقص 9 9، 10 ناقص 9 1 و 0. إذا يمكنني إضافة الصفر بمعنى الضرب في 10 وتتمة القسمة. 29 كم فيها من 29؟ إذا أيضا 9 لأن أعطتني 189، إذا 9 18 والباقي، إذا 1 0 0. يمكنني إضافة الصفر. إذا 10 كم فيها من 21؟ فيها 0، 0 ضرب 21 0، والباقي 10. أضيف الصفر، إذا فيها 4، 4 ضرب 1 4، 4 ضرب 2 8، إذا 10 ناقص 4 6، و 10 ناقص 9 1 و 0. إذا يمكنني أيضا إضافة الصفر، إذا فيها 9. إذا هنا أحسب الخارج المضبوط، إذا هنايا يظهر أن القسمة لن تنتهي. إذا 160 كم فيها من 29؟ فيها
سبعة، سبعة ضرب واحد سبعة، سبعة ضرب اثنان أربعة عشر، والباقي إذا 10 من 7 3، 6 من 5 1 و0. إذا يمكنني، إذا هنا يظهر أن القسمة لن تنتهي أبدا. إذا مثلا واخا نضيف 0، إذا فيها 6، 6 ضرب 1 6، 6 ضرب 2 12، والباقي إذا 4 0 0. إذا لن تنتهي القسمة. ثم 1494 قسمة 9، 1494 قسمة 9. إذا بنفس الشيء نأخذ رقمين، 14 كم فهم 9 واحد، 1 ضرب 9 9، والباقي إذا 14 ناقص 9 5 0، وندير 9، 59 كم فهم 9 فيها 6، 6 ضرب 9 54، والباقي 5 0، وندير 4 فيها 6، 6 ضرب 9 54، والباقي 0. الآن أحسب الخارج في القسمات وأكتفي برقمين بعد الفاصلة. إذن 3 قسمة 15.3. إذن هنا لأتخلص من الفاصلة أضرب في 10 وأضرب في 10 بمعنى أضيف الصفر وأتخلص من الفاصلة. إذن 30 كم فهم 153 صفر، والباقي 30. إذن أضيف صفر وأضع الفاصلة، إذن فيها 1، 1 ضرب 3 3، 1 ضرب 5 5 ضرب 1، ثم 10 ناقص 3 7، 10 ناقص 6 4 و1. إذا أضيف الصفر فيها تقريبا 9 أو 8. إذا أجرب، 8 ضرب 3 24، 40 42، 12. إذا 100 و 1100. إذا 9 ضرب 3 27 2، 45 47، 9 ضرب 1 13. إذا 10 ناقص 7 3، 17 ناقص 8 9، 4 ناقص 4 0 0. إذا نكتفي برقمين فقط، لأن المطلوب هو رقمين وراء الفاصلة. الآن 312 فاصلة 51 قسمة 2 فاصلة 1. إذا هنا إما أضرب في 10 10، وإما أضرب في 100 100. إذا أضرب في 10 فقط حتى لا يصبح المقسوم عليه أكبر. إذا هنا أضيف الفاصلة برتبة. إذا 31 كم فهم 21 واحد، والباقي 10. أنزل 2، 102 كم فهم 21 فيها 5، 4 فقط، 4 ضرب 1 4، 4 ضرب 2 8. إذا 12 ناقص 4 8، 10 ناقص 9 1 و 0. ثم أنزل الآن 5، إذا فيها 9، 8 فقط. إذا 8 ضرب 1 8، 8 ضرب 2 16، إذا 15 ناقص 8 7 1 0. الآن أنزل 1 الذي هو العشر، إذا أضع الفاصلة. 171 كم فيها 21 فيها 8، إذا 8 ضرب 1 8، 8 ضرب 2 16، إذا 11 ناقص 8 3، 7 ناقص 7 0 0. أضيف الصفر، 3 كم فيها 21 واحد، 1 ضرب 1 ضرب 2، إذا الباقي 9، رقمان وراء الفاصلة. ثم 3 قسمة 17، إذا 3 قسمة 17، إذا فيها 0 والباقي 3، أضيف الصفر وأضع الفاصلة، فيها 1 7، إذا 10 ناقص 7 3 1، أضيف الصفر، إذا فيها تقريبا 6، 7، إذا فيها 7، 7 7 ضرب 7 49، 7 ضرب 1 7 زائد 4 11، إذا 10 ناقص 9 1، 3 ناقص 2 1 و 0. إذا رقمان وراء الفاصلة. أمر الآن إلى التمرين رقم 3. الثمن دفتر وعلبة أقلام هو 7 دراهم فاصلة 5، ثمن دفترين وثلاث علب أقلام هو 19 درهم، ما هو ثمن دفتر واحد وثمن علبة أقلام واحدة؟ إذا تمرين 3. إذا لدينا دفتر وعلبة أقلام، يعني دفتر وعلبة أقلام ب7 دراهم فاصلة 5. ما معنى ذلك؟ يعني كل دفتر وعلبة أقلام ب7 دراهم فاصلة 5. إذا دفتر وعلبة
أقلام مرة أخرى بسبع دراهم فاصلة خمسة. إذا نلاحظ لماذا كتبتها مرتين؟ لأن هنا ثمن دفترين وثلاث علب أقلام، بمعنى دفترين وعلبتين بكم؟ بسبعة فاصلة خمسة ضرب اثنان يعني 15 درهم. الآن ما هو ثمن دفتر واحد وثمن علبة واحدة؟ إذا نلاحظ جيدا لدينا دفترين وثلاث علب أقلام ب19 درهم، ودفترين وعلبتين ب7.5 ضرب 2. إذا دفترين وعلبتين ب7.5 ضرب 2، لأن دفتر ب7.5 ودفتر وعلبة ب7.5، إذا 15 درهم. إذا دفترين وعلبتين ب17.5، هنا دفترين وهنا دفترين وثلاث علب ب19 درهم فاصلة. إذا نطرح 19 نطرح من 15 فتبقى ثمن علبة واحدة، لأن هنا ثلاث علب، يعني ثلاث علب زائد واحد العلبة. إذا ثمن علبة واحدة هو 19 درهم، الذي هو دفترين وثلاث علب. إذا دفترين وثلاث علب نطرح منه 15، الذي هو دفترين وعلبتين. إذا الفرق هو علبة واحدة، يعني أربع. إذا ما ثمن علبة واحدة وأربع دراهم. الآن ثمن دفتر واحد هو دفتر وعلبة معا ب7.5 بجوج، نطرح منه علبة بأربعة فيعطيني 3.5 درهم، الذي هو ثمن الدفتر. إذا علبة بأربع دراهم ودفتر ب3.5. أربعة سمك كتاب من 250 ورقة يساوي 2 سنتيمتر. أحسب سمك ورقة واحدة. إذا هنا يعني نتحدث عن ماذا؟ نتحدث عن التناسبية. لماذا؟ لأن لاحظوا جيدا، إذا كتاب من 250 ورقة، يعني إذا كانت عندي 250 ورقة يعني السمك هو 2 سنتيمتر. إذا كانت غير ورقة واحدة كم؟ إذا التناسبية، يعني 2 ضرب 1 قسمة 250، لأن هنا نكتب على إذا فيها صفر والباقي 2، أضيف الصفر وأضع الفاصلة، فيها صفر والباقي 20، أضيف الصفر فيها صفر والباقي 200، أضيف الصفر فيها أعتقد 8، لأن العملية المساعدة هي 20 كم فمن 2. أنا ذهنيا أزيل الوحدات مع الوحدات، العشرات مع العشرات، وأقول 20 كم فمن 2، فيها 9، إذا 9 أو 8. إذا 8 ضرب 0 0، 8 ضرب 5 40، 8 ضرب 2 16 زائد 4 20. إذا 0، إذا العملية هي 2 قسمة 250 تساوي 0.008 سنتيمتر. يمكن التعبير عنها بالمليمتر، إذا سنتيمتر المليمتر، أو تركوها هكذا يعني لا مانع. الآن تمرين رقم 5، أضع وأنجز القسمات التالية. إذا 5، إذا العملية الأولى، إذا 2 فاصلة، أو نبدأ من هنا 3 فاصلة، إذا 3.2 قسمة 0.5. إذا أضرب فيها 10، أضرب فيها 10 وأتخلص من الفاصلة. إذا 32 كم فيها من 5؟ فيها 6، 6 ضرب 5 30، 2 0، أضيف الفاصلة فيها 4، 4 ضرب 5 20، والباقي 0. العملية الموالية 2.07 قسمة 4.5. إذا بنفس الطريقة، إذا يمكنني أن أضرب في 10 10 أو 100 100، يعني نفس الشيء. أضرب مثلا في 100 100 لا مانع. إذا هنا أضيف الصفر وأضرب في 100 100، يعني رقمان رقمان، ثم أتخلص من الفاصلة. إذا فيها الصفر والباقي 207، أضيف الصفر وأضع الفاصلة. إذا هنا العملية المساعدة كما قلت 20 كم فيها من 4؟ فيها 5. إذا 5 5 أعود إلى 4، أجرب 5 وأعود إلى 4، إن لم تكن 5 ستكون 4. إذا 0 20 16 18، إذا 0 7 10 من 8 2 0. أضيف مثلا الصفر، إذا هنا 5 6، إذا 6، 6 ضرب 0، لأن العملية المساعدة هي 27 كم فيها من 4؟ فيها 6، 6 في 4 24. إذا 0 30
24 زائد 3 27، إذن 0 0 0 0. ثم الآن 4.86 قسمة 1.8. إذن نفس الشيء، أضرب مثلا في 100 وأضرب في 100 أو أضرب في 10 10 لا مانع. إذن 486 كم فيها من 180؟ العملية المساعدة 4 كم فيها من 1؟ فيها 4. ديما وزيد الوحدات مع الوحدات، العشرات مع العشرات، 4 كم فيها من 1؟ فيها 4. إذن 4 أو 3. إذن 3، 3 ضرب 0 0، 3 ضرب 8 24، 3 ضرب 1 3 زائد 1 5، إذن 2 فقط. 2 فقط، إذن 0، 2 ضرب 8 16، 1، 2 ضرب 1 2 ضرب 1 2 زائد الاحتفال 3، إذن 6 2 1. أضيف صفر وأضع الفاصلة. إذن 12 كان في 1 9، إذن أجرب 9 8 أو 7، أجرب 7. إذن 0 56 12 هي هذيك 7. إذن 0 56 12، إذن 0 0 0. ثم أخيرا 0.3 قسمة 0.0 2، 0.3 قسمة 0.0 2. إذن بنفس الطريقة أضيف 0 حتى أضرب في 100 في 100 وأتخلص من الفاصلة. إذن 3 كم فيها من 2؟ 3 كم فيها من 2؟ 1 والباقي 1. أنزل 0 فيها 5، 5 ضرب 2 10 والباقي 0. الآن نتم برقم 6. إذن أكتب كيف تم تحويل الشكل الواحد للحصول على الشكل 2 و3 ثم 4. تمة محوري، إزاحة، تمة محوري ثم إزاحة. إذن نفس التمرين الذي رأيناه في الفيديو السابق. إذن هذا هو الشكل الواحد. إذن بالنسبة للشكل 2 لاحظوا شكلا متعاكسان. إذن لاحظوا متعاكسان، إذن هذا تماثل محوري. إذن محور التماثل هو إذن 1 2 3 4 1 2 3، إذن هنا محور التماثل إذا أردتم التأكد فقط. بالنسبة للشكل 3 إذن تمت إزاحته فقط، إذن هذا إزاحة. بالنسبة للشكل رقم 4 إذن لاحظوا هذا إزاحة للمماثل لهذا، لاحظوا هذا الشكل هو هذا وليس هذا. إذن قمنا بالتماثل المحوري ثم إزاحة، إذن هذا تماثل محوري ثم إزاحة معي. جيد، نمر الآن إلى تمرين الإكزيرسيسات. دونك جو كالكول لو رابور دو ريدكسيون دون شاك كا. هنايا كما شرحت سابقا يعني معامل التصغير، معامل التصغير بغينا معامل ريدكسيون والتصغير أو التخفيض، بغينا معامل التصغير نقسمو الصغير على الكبير. إذا هنا ناخذ القطر 1 2 مربعان والقطر الكبير 1 2 3 4. إذا 2 على 4، علاش بدينا بالصغير؟ لأن باغي ريدكسيون نختزل. إذا 1 على 2 نفس الشيء، هنا باغي ريدكسيون يعني التصغير. إذا 1 2 هذا 2، 1 2 3 3، بغينا ريدكسيون يعني التصغير نبداو بالصغير. إذا 2 على 3 2 سور 3. كون بغينا معامل التكبير نديرو 3 ثم على 2. اكزيرسيس جو ركوبي شاك فيغور سور ان بابيي كادريي جو ديسين سون اغرونديسمون افيك ان رابور دو. اذا نقلو في ورقه ونرسمو لاغرونديسمون ديالو. تكبير اغرونديسمون هي اغرونديغ يعني التكبير، والمعامل هو 2. اذا المعامل التكبير هو 2، ما معنى 2؟ نضرب فيه 2، لكن ديما المعامل نضربو فيه كي كان تاع كبير كي كان تاع صغير. اذا 1 2 نضربو في 2 بمعنى هذا نضع فيه 4. هنا 1 2 3 نضربوها في 2 بمعنى إذا هذا 3 نضرب في 2 يعني غنديرو 6، هذا 2 في 2 يعني غنديرو فيه 4، هنا 1 في 2 غنديرو فيه 2، هنا 2 في 2 غنديرو فيه 4 وهكذا. نفس الشيء هنا يعني كل ضرب نضربه في 2، نضرب في 2، نضرب في 2 وهكذا. إذا الشكل سيأتي بعد. ثم هنا قلنا 6 هكذا 6، ثم هنا كما قلنا 2، ثم هنا 4، وهنا 2، ثم هنا 1 ضرب 2 2، فعلا جاءت 2. نفس الشيء هنا، إذا نضع مثلا هذه النقطة، إذا هذه النقطة السوداء هي هذه. نفس الشيء هنا
إذا ننقل الشكل الأصلي كما هو مبين. إذا هنا بين 1 2 3 4 1 2 3 4 يعني هنا. إذا كان 3 ثم 2 ثم 1 1 و 2 ثم هكذا. إذا هذا هو الشكل الأصلي. نفس الشيء إذا هنا أول شيء ننقل جو ركوبي شاك فيغور. إذا ننقله هنا مثلا. إذا لدينا هنا 1 2 1 1 2 1 يعني هنا وهنا أربع مربعات. هنا 1 2 1 2 ثم نصب الشكل. إذا هذا هو الشكل. هنا 1 2 1 2 ونضع النقطة هنا. إذا كما قلنا هذا نضرب في 2. إذا هنا صار شيئا ما باش نحسبوا المربعات. إذا يمكننا مثلا لاحظ هنا بمعنى نضرب في 2 بمعنى هذه النقطة هنا لاحظوا 1 2 مربع. إذا ضربنا في 2 إذا هنا 4 وهنا 2. إذا 4 و 2 يعني تأتي هنا. ثم نفس الشيء بالنسبة لهنا لاحظوا 1 2 و 1 إلى الأسفل بمعنى نضرب في 2 إذا 4 2. إذا 4 2 يعني هنا ثم نصل. هكذا. ثم مثلا هنا لاحظوا 1 2 مربعان ضرب 2 هي 4. إذا 1 2 3 4 هكذا. إذا هكذا حصلنا على لاغرونديسمون يعني التكبير لهذا الاكزرسيس 9. دونك جو كالكول لا فالور ابروشي او سنتيام بري بار ديفو دو لا ديفيزيون دو 56 بار 13 اي جو كومبليت. إذا هنا غنقسمو 56 على 13 ولكن غناخدو او سنتيام يعني جوج أرقام وراء الفاصلة. إذا 56 على 13 إذا 56 قسمة 13 إذا فيها 4 4 ضرب 3 12 4 ضرب 1 4 زائد 0 5. إذا 4 0. إذا أضيف 0 وأضع الفاصلة فيها 3 3 ضرب 3 9 3 ضرب 1 3. إذا 10 من 9 1 و 0 أضيف 0 فيها 0 0 ضرب 13 0 والباقي 10. إذا هنا إذا هذه هي العملية بمعنى 4 فاصلة 30 والباقي 10 لأن يعني هذه هي القسمة. إذا يمكنني مثلا كتابة القسمة هنا. إذا 52 40 إذا 3 39 والباقي 1. إذا 0 فيها 0 والباقي 10. إذا هذه هي القسمة. الآن نكتب 13 ضرب الجزء الصحيح فقط ضرب 4 والذي يليه هو 5 يعني 56 محصورة بين 13 ضرب 4 و 13 ضرب 5. إذا إلى هنا انتهت تمارين صفحة 120. شكرا على انتباهكم والسلام عليكم ورحمة الله.